إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن Free Dampened Vibration. في الفيديو اللي فات احنا كنا بنتكلم عن Free Undamped، يعني مكناش بندخل الاحتكاك في الحسابات. دلوقتي هنبتدي ندخل الاحتكاك. احنا هنا عندنا نوعين من الاحتكاك، في Viscous وفي Dry Friction. في نوع تالت احنا كنا قلناه قبل كده في أول فيديو، لكن احنا دول الحالتين اللي احنا هندرسهم. تعالى نبدأ بأول حالة عندنا اللي هي الفيسكس. احنا عندنا جسم متعلق بسبرينج كده، وحطينا الدمبر اللي موجود عندنا ده، الكوفيشنت بتاعه سي والسبرينج كونستانت كي. قلنا ان الفورس اللي بتكون موجودة في الدمبر بتساوي سي في اكس دوت، وبنعملها نفس معاملة السبرينج من حيث الاتجاه. يعني لو مثلا الجسم ده اتحرك كده، فالسبرينج بيحصل له استطالة، وبالتالي هتنشأ فورس في الاتجاه بتاع الشمال دوت عكس الاستطالة. نفس الكلام بالنسبة للدمبر، اتجاه الفورس بيبقى نفس اتجاه اللي نعمله، يعني نفس معاملة السبرينج. طيب دلوقتي احنا عندنا الفورس بتاعت الدمبر بتساوي سي، وعندنا الفورس بتاعت السبرينج بتساوي كي في اكس، والانيرشيا طبعا اللي هي ام اكس دبل دوت. لما هنيجي نطبق قانون نيوتن التاني هيطلع المعادلة ام اكس دبل دوت زائد سي اكس دوت زائد كي اكس تساوي صفر، وهي ديت المعادلة التفاضلية اللي بتوصف الحركة. شكل الحركة بتاعت الجسم ده بتبقى ليها كذا حالة تعتمد على قيم ام وسي وكي. يعني مثلا ممكن يكون عندنا حالة ان الدمبر ده يكون سي، يعني تكون قيمتها عالية جدا، وبالتالي لما اجي اشد الجسم دوت السبرينج مش هيعرف يسمح للجسم اللي هو يهتز نتيجة ان السي ده قيمته عالية. وبالتالي لما اجي اسحب الجسم دوت، اول ما اسيبه الجسم هيبتدي يرجع بالراحة لحد وضع الاتزان من غير ما يحصل اي اهتزازات، لان السي ده قيمته عالية. يعني لو جينا رسمنا شكل الحركة، مثلا الجسم ابتدى حركته من هنا، هتلاقيه رجع لوضع الاتزان على طول، مفيش اي فايبريشن، والحالة ديت بنسميها اوفر دامبت. ممكن يكون عندنا حالة تانية ان السي ده تكون قيمته ضعيفة، وبالتالي مش هيقدر ان هو يخمد الاهتزازات بسرعة، وبالتالي هتلاقي ان هو هيحصل فايبريشن اول ما هشد الجسم واسيبه، هتلاقي يحصل فايبريشن، والحالة ديت هتكون عاملة كده. لاحظ هنا ان الامبليتيود بيفضل يقل دايما، لان في طاقة بتضيع في الدمبر اللي عندنا هنا، والحالة ديت بنسميها اندر دامبت. في بقى حالة بتكون يعني ما بين الاتنين دولت، هي بتكون شبه ديت شوية، بس الجسم بيرجع لحالة الإكوليبريم أسرع من ده. يعني ده بيرجع في لوضع الإكوليبريم ببطء بعد مرور زمن، إنما الحالة التالتة ديت هتلاقيها شبه دي بس إيه، يرجع بسرعة، وديت بنسميها كريتيكالي دامبت. طب دلوقتي لو إحنا عندنا جسم وعارفين الام والسي والكي، هنعرف منين بقى احنا في انهي حاله؟ بيبقى فيه شويه قوانين كده المفروض نكون عارفينها. الاول في حاله الكريتيكالي دامبت ديت، لما نيجي نحل المعادله التفاضليه ونشوف الحل بتاعها، حاله الكريتيكالي دامبت ديت بتكون لما يكون سي سكوير اللي هو الكوفيشنت اوف دامبنج اللي عندنا بيساوي 4 ام في كي. تمام، لو جيت كده عملنا شوية تعديلات على المعادلة دي، احنا عارفين طبعا ان ال natural frequency اوميجا ان بتساوي جذر كي على ام، وال natural frequency هو هنا الجسم في الحقيقة مش هيتحرك بال natural frequency بتاعته، هيتحرك ب frequency اقل، بس ال natural frequency دي احنا بنجيبها عشان احنا هنحتاجها بعد كده. طيب لو جيت طلعت الأربعة ديت بره وجيت قسمت فوق وتحت على ام، هيطلع كده، واحنا عارفين ان جذر كي على ام هو اوميجا ان، وبالتالي ديت هتساوي، والام ديت تطلع بره هتساوي ان، وبالتالي هتساوي 2 ام في اوميجا ان. والسي ديت هسميها سي كريتيكال، دي السي اللي عندها لو كان الكوفيشنت دامبنج كوفيشنت اللي عندنا بيساوي سي كريتيكال ديت، ده معناه ان احنا في حالة الكريتيكال دامبنج. تمام، طيب بالنسبة بقى للاوفر دامبد والاندر دامبد، قال لك هنا السي هتكون اكبر من السي سي ار، وهنا السي اصغر من السي سي ار. السي اكبر من السي سي ار ده معناه ان قيمة الدمبر عالية جدا، وبالتالي هو مش هيسمح ان هو يحصل اهتزازات، انما هنا قيمة السي اقل من سي كريتيكال، وبالتالي هيكون فيه اهتزازات، لكن الاهتزازات هتفضل تقل لان في جزء من الطاقة بيضيع.
حالة الكريتيكال دامبر لما يكون السي اللي عندنا بتساوي سي كريتيكال، وديت حالة ما بين الاتنين دول. هنعرف فاريبل جديد محتاجينه بعد كده في الحسابات اللي هو زيتا، وده بيساوي النسبة بين السي وسي ار. ده معناه ان في حالة الاوفر دامبت زيتا هيبقى اكبر من واحد، وهنا زيتا هيبقى اصغر من واحد، وهنا زيتا هتساوي واحد لان السي بتساوي سي ار. طيب احنا قلنا ان الجسم دوت له ناتشرال فريكوانسي اللي هي اوميجا ان بتساوي جذر كي على ام، لكن الجسم ده نتيجة وجود الدمبر مش هيتحرك بالناتشرال فريكوانسي، بس هو هيتحرك بفريكوانسي اقل شوية. الفريكوانسي ديت بنسميها اوميجا دي، اللي هي دامبت فريكوانسي بتساوي الناتشرال فريكوانسي مضروب في واحد في جذر واحد ناقص زيتا تربيع. والقانون ده يعني لاحظ هنا ان الحاله دي والحاله ديت اصلا ما يعتبروش فايبريشن اساسا، وبالتالي هنا وهنا ما فيش فريكونسي، وبالتالي القانون ده يتطبق بس في الحاله اللي هي اندر دامبت، تمام؟ لان الزيتا بتبقى اصغر من واحد، وبالتالي الجذر ده هيكون موجب دايما، انما لو زيتا اكبر من واحد هنا هيبقى عدد تخيلي وده ما ينفعش. طيب دلوقتي احنا بما ان حالة الاندر دامبت لما يكون عندنا السي اصغر من سي كريتيكال او زيتا اصغر من واحد، بما ان الحالة ديت هي الحالة الوحيدة اللي بيحصل فيها فايبريشن، فهي ديت الحالة اللي احنا هندرسها ونشوف كده شوية قوانين بخصوص الحالة ديت. احنا عندنا هنا الجراف لما يكون الجسم بدأ حركته من اكس نوت مثلا، هنلاحظ ان الامبليتيود كل شوية بيقل، يعني الامبليتيود هنا كان اكس نوت، هنا بقى اكس واحد قل، اكس اتنين واكس تلاتة وهكذا، بيفضل كل شوية يقل. فاحنا عاوزين نعرف العلاقة بين اكس نوت واكس واحد واكس اتنين وهكذا. فوجدوا ان النسبة بين الامبليتيودز اللي هي اكس نوت واكس واحد وكده بتكون قيمة ثابتة، يعني اكس نوت على اكس واحد بتساوي اكس واحد على اكس اتنين بتساوي اكس اتنين على اكس تلاتة وهكذا، كل ده بيساوي اي باور دلتا، والدلتا دي بتساوي 2 باي في زيتا على 1 ناقص جذر زيتا تربيع. ولو الزيتا ديت أقل من 1/10، يعني الجذر ده هتلاقي قيمته قريبة جدا من الواحد، وبالتالي نقدر إن احنا نهمله ونقول إن زيتا بالتقريب كده بتساوي 2 باي، نقول إن دلتا بتساوي بالتقريب 2 باي في زيتا. طيب لو انت جيت كده ضربت الترمات ديت في بعضها، يعني قلت اكس نوت على اكس واحد مضروبه في اكس واحد على اكس اتنين مضروبه في اكس اتنين على اكس تلاته وهكذا، الاكس واحد هتضيع مع اكس واحد واكس اتنين هتضيع مع اكس اتنين وهكذا، هيطلع في الاخر اول حاجه بس عندك اللي هي اكس نوت مضروبه. طبعا نسيت اكتب هنا ان ديت يعني على حاله نهائيه، ممكن نقول ان هي اكس في ان ناقص واحد على اكس في ان ده يعتبر اي رقم، يعني احنا عندنا الان هنا كانت بواحد، الان هنا كانت باتنين وهكذا. فاحنا هنا لما نيجي نضرب الترمات ديت في بعضها هيطلع اكس نوت على اكس ان يساوي اي باور دلتا. لو جيت خدت اللين للطرفين هيطلع ان دلتا بيساوي في هنا ان، هنا انا نسيتها لان انت نتيجة ان انت بتفضل كل شوية تضرب الترمات ديت في بعض، بتضربها ان مرة عدد من مرات ان، وبالتالي الاي اس اي دلتا دي هتفضل كل شوية تتضرب في نفسها لحد ان، وبالتالي هيكون في ان هنا. لو جيت اخدت اللين للطرفين هتطلع ان دلتا بتساوي واحد على ان في لين اكس نوت على اكس ان. طيب دلوقتي هنحل مسألة رقم 17 في الشيت التاني. المسألة ديت بتقول ان احنا عندنا فيسكس دامبت سيستم، لما جم درسوا الحركة بتاعته مثلا كده رسمنا الشكل كده، ديت اكس واحد وديت اكس اتنين وهكذا، لما جم شافوا النسبة بين كل اتنين امبليتيود ورا بعض اللي هي اكس واحد على اكس اتنين، اكس اتنين على اكس تلاتة وهكذا، تلات بتساوي 18، تمام؟ طيب دلوقتي المطلوب في المسألة ان احنا عايزين نحسب النسبة دي اكس واحد على اكس اتنين لما الدامبنج عندنا مرة يزيد للضعف ومرة يقل للنص. يعني لو احنا عندنا هنا السيستم الأولاني ده كان له سي معينة، يبقى احنا عايزين نجيب اكس واحد على اكس اتنين لسيستم تاني لما نحط له اتنين سي مرة ومرة نحط له نص سي، تمام؟ طيب دلوقتي عايزين نشوف العلاقة بين اكس واحد واكس اتنين والسي عشان نعرف نجيب اكس واحد على اكس اتنين. احنا عارفين ان دلتا اللي احنا قلنا ان اكس واحد على اكس اتنين ديت بتساوي اي باور دلتا، وقلنا ان الدلتا اللي احنا ممكن نكتبها واحد على ان في لين اكس زيرو على اكس ان، تمام؟
في السكشن لما جينا رسمنا العلاقة ديت كنا بدأنا من اكس واحد مش اكس زيرو، وبالتالي القانون دوت ممكن نكتبه بصيغة تانية ان احنا بدل اكس زيرو نقول اكس واحد، بس هنا هنزود واحد كأننا زودنا واحد على كل الأرقام. القانون هو هو يعني مش هيفرق في حاجة. طيب وعندنا قانون تاني ما بين الزيتا والدلتا، اللي هو دلتا تساوي 2 باي زيتا على جذر 1 ناقص زيتا تربيع. طيب هل في علاقة بين الزيتا والسي؟ اه احنا عارفين ان الزيتا بتساوي سي على سي كريتيكال، وسي كريتيكال للتلاتة واحد لان هي بتساوي جذر كي على ام، فدي قيمة ثابتة ايا كانت الحالة. وبالتالي احنا بما اننا عندنا زيتا بتساوي سي على سي كريتيكال، وبالتالي لما احنا بنضاعف السي كاننا بنضاعف السيتا الزيتا. يعني لو السيستم الاولاني ده له سي معينة وليه زيتا معينة، وبالتالي السيستم الجديد ده هيكون له 2 سي و2 زيتا، والكلام هنا بس من النص. تمام. طيب تعال نشوف الزيتا بتاعت اول سيستم عندنا هنا اللي هو السيستم الاصلي ده. احنا عندنا ان دلتا بتساوي 2 باي زيتا على جذر 1 ناقص زيتا تربيع. لو جيت ربعت الطرفين وجبت زيتا في طرف لوحدها هتطلع ان زيتا بتساوي دلتا على جذر دلتا تربيع زائد 4 باي سكوير. واحنا عارفين ان دلتا، هنعوض بقى في القانون اللي فوق ده، احنا عندنا اكس واحد على اكس اتنين، ده معناه ان احنا لو حطينا هنا اكس واحد على اكس اتنين هنحط ال ان بواحد، لان احنا عندنا ما بين الاكس واحد واكس اتنين في سايكل واحد، وبالتالي لما نيجي نعوض بدلتا هنقول واحد على واحد، لين اكس واحد على اكس اتنين اللي هي بتساوي لين 18، لين 18 اللي هي 2.89. ديت الدلتا بتاعت السيستم الاولاني. نقدر ان احنا نجيب الزيتا، زيتا هتساوي دلتا على الجذر دوت، تطلع ان هي 0.417. تمام. ديت الزيتا بتاعت اول سيستم. طيب دلوقتي نشوف بقى اول حالة لما السي بتتضاعف دبلت. لما السي تزيد ده معناه ان الزيتا برضو هتزيد، يعني الزيتا بتاعت السيستم الجديد ده هنسميها مثلا زيتا 2 هتساوي ضعف السيستم الاصلي اللي هي هتساوي 2 في الرقم ده. تمام. دي هتساوي 0.83. طيب دلوقتي احنا عندنا زيتا 2، هل نعرف نجيب اكس 1 على اكس 2؟ ايوه احنا عندنا علاقة بين الزيتا والاكس 1 على اكس 2 اللي هي عن طريق دلتا. هنحسب الدلتا جديدة بقى، دلتا نيو او دلتا 2 تساوي 2 باي في زيتا 2 على جذر 1 ناقص زيتا 2 سكوير. تمام. وديت بتساوي لين اكس 1 على اكس 2. طيب لما هتيجي تعوض بالزيتا 2 هنا تطلع ان هي 9.56، وبالتالي اكس 1 على اكس 2 هتطلع رقم كبير كده. تمام. ديت اكس 1 واكس 2 في حالة لو السي زاد او زاد للضعف. طيب النسبة ديت نسبة كبيرة، هل ده منطقي؟ لو انت كده بصيت، لو احنا مثلا عندنا، احنا عندنا هنا ثلاث حالات، لو احنا مثلا ثبتنا اكس واحد في الثلاث حالات دولت، في الحالة اللي احنا لما يكون زودنا الدمبر نتوقع ان اكس اتنين تقل عن الحالة ديت، لان احنا بما اننا زودنا السي ده معناه ان الحركة بقت مخمضة اكتر، وبالتالي اكس اتنين هتقل بمعدل اكبر، وبالتالي احنا عندنا هنا اكس واحد على اكس اتنين، بما ان اكس اتنين بتقل ده معناه ان النسبة ديت هتزيد، وبالتالي النسبة ديت نتوقع ان في الحالة ديت هتزيد عن 18، انما هنا نتوقع ان هي هتقل عن 18. وفعلا لو جينا شفنا بقى الحالة التانية اللي هي لما السي تقل للنص، هنقول ان زيتا 2 التانية بقى هتساوي نص 4.417 تساوي 0.2، وبالتالي هنقول ان لين اكس واحد على اكس اتنين هيساوي بقى الكلام ده بس لزيتا 2 التانية، ودوت هيطلع 1.34. هتيجي تحسب اكس واحد على اكس اتنين اللي هي اي باور الرقم ده هتطلع 3.8، 3 اصغر من 18، وفعلا ده منطقي لان بما اننا قللنا السي اكس اتنين ديت هتزيد، وبالتالي النسبة ديت هتقل. طيب مثال 22، عندنا برضو فيسكس دامبت سيستم، عاطي ان الاوميجا دي اللي هو الدامبت فريكونسي بتاعته بتساوي 5 سايكلز بير سكند،
بيقول إن بعد 50 لفة، بعد ما عمل 50 سايكل، الأمبليتيود وصل 10%. ده معناه إن الأمبليتيود الابتدائي مثلا لو هو كان X1، لو احنا كده رسمنا نفس الرسمة تاني كده، ديت مثلا X1، X1 ديت كانت في البداية، بعد بقى 50 سايكل وصل كام؟ وصل 0.1 X1، وصل 10% من X1 ديت. ده الجيفن. المطلوب دلتا وزيتا، ومطلوب الزمن الدوري اللي هو الناتشرال في حالة لو احنا شلنا الدمبر. هو كان طالب يعني الطلب اللي هو نسبة النقصان في الزمن الدوري، يعني لو احنا شلنا الدمبر دوت، بالتالي الزمن الدوري متوقعين ان هو يقل لان احنا شلنا الاحتكاك. فهو كان طالب اللي هو النسبة دي، هنقول اللي هي تاو دي ماينس تي ان على تاو دي في 100. هو طالب النسبة ديت، نسبة نقصان البريودك تايم دوت بالنسبة للبريودك تايم الأصلي اللي هو تاو دي، تمام؟ طبعا ضربنا في 100 عشان هو طالب النسبة. طيب دلوقتي لو جيت بصيت على الأوميجا دي ديت، احنا عارفين إن فيه 2 فريكونسي احنا عارفينهم اللي هي الإف والأوميجا، واحدة الوحدات بتاعتها هرتز والتانية وحدتها راديان بير سكند. القوانين بتاعتنا كلها بتتعامل مع اللي هي الأوميجا اللي هي وحدتها راديان بير سكند، بس احنا هنا شايفين ان الفريكونسي اللي هو عطاها لنا بالسايكل بير سكند اللي هي بالهرتز، فاحنا عايزين نحولها اول حاجه للاوميجا دي. وبالتالي هنقول ان اوميجا دي بقى اللي عندنا هتساوي 2 باي في الخمسة دي، اللي احنا عارفين ان اوميجا بتساوي 2 باي اف. يعني هي اللي هو عطاها لنا ده هو اف في الحقيقه مش اوميجا، يعني بالتالي ده هتساوي 10 باي. طب دلوقتي هل نعرف نجيب دلتا؟ عارفين ان دلتا تساوي 1 على ان في ln اكس واحد على اكس ان زائد واحد. هنا هو قال بعد 50 سايكل، ده معناه احنا هنحط ال ان ب50، بالتالي ديت هتساوي ln اكس واحد على اكس المفروض 51، بس هو قايل ان عند اكس 51 الامبليتيود بقى 10% من اكس واحد، ده معناه احنا هنحط هنا 0.1 مضروبة في اكس واحد، تمام؟ لان يعني ديت بعد 50 سايكل هو قال ان هي هتقل وهتوصل ل10%. هنا نقدر نضيع اكس واحد مع اكس واحد، هتفضل 1/50 في لين واحد على 0.1 تطلع 0.046، تمام. من الدلتا ديت نقدر نجيب الزيتا اللي هي بتساوي دلتا على جذر دلتا تربيع زائد 4 باي سكوير، وجيت عوضت بالدلتا ديت هتطلع 0.0073، تمام. ديت الزيتا والدلتا اللي هو عاوزه. طيب دلوقتي هو عايز النسبة ديت، النسبة ديت عايزين نجيب البريدك تايم في حالة الناتشرال فريكونسي أو لما نشيل الدمبر. في علاقة ما بين الأوميجا دي والأوميجا إن، إحنا عارفين إن أوميجا دي تساوي أوميجا إن في جذر 1 ناقص زيتا تربيع، وبالتالي نقدر نجيب أوميجا إن في الحالة دي اللي هي بتساوي أوميجا دي على جذر 1 ناقص زيتا سكوير. أوميجا دي احنا طلعناها اللي هي بعشرة باي، والزيتا برضو طلعناها، أوميجا إن هتطلع 31.417 راديان بير سكند. وبالتالي لو جينا قلبناها، بس برضو بعد ما يعني هنقول إن تاو إن هتساوي 2 باي على أوميجا إن، هنقلب الأوميجا إن ونضربها في 2 باي هتطلع 0.199، تمام. أوميجا دي كانت عندنا كانت بتساوي 10 باي، وبالتالي عشان نجيب تاو دي هتبقى 2 باي على 10 باي تساوي 0.2، تمام. عندنا تاو دي وعندنا تاو ان، نقدر نعوض في القانون ده ونجيب النسبة بتاعت النقصان اللي هو عاوزها. طب دلوقتي هنحل مثال على معادلة الحركة. احنا كنا حلينا أمثلة شبهها، قلنا ان احنا بيكون عندنا طريقتين، قانون نيوتن الثاني وقانون الانرجي ميثود. هنا احنا ما شرحناش لسه الانرجي ميثود في حالة الدامبنج لان هي هتختلف شوية، وبالتالي في المثال ده هنحلها بطريقة نيوتن. طيب احنا في المثال ده عندنا هنا سبرينج كي، وعندنا هنا الجديد بقى في المثال ده هو الدمبر دوت، الكوفيشن بتاعه سي، وبيبعد مسافة بي عن البيفوت، وهنا السبرينج بيبعد مسافة ايه عن البيفوت. طيب دلوقتي عايزين نجيب معادلة الحركة. طيب فاحنا هنستخدم قانون نيوتن التاني، وبالتالي هنرسم شكلين. لو جينا هنا رسمنا أول شكل اللي هو الإفكتيف، الإفكتيف احنا عارفين ان هو اي نوت اللي هي حوالين البيفوت دي سيتا دبل دوت. اي نوت احنا قلنا ان هو بيساوي الاي سي جي،
بتاع الكتلة، وبما ان الكتلة ديت مهملة الأبعاد فده هيساوي صفر، زائد المسافة بين السي جي اللي هو بين الكتلة وبين محور الدوران، مسافة تربيع في الماس بتاع الكتلة. المسافة دي ده الكتلة، المسافة الطول ده كله ال، وبالتالي المسافة من هنا وهنا هتساوي ال ناقص ايه تربيع، ده الاي نوت تمام. والشكل ده اللي هو الافكتيف، وهنا هيكون لف سيتا، وقلنا ان السيتا ديت دايما بتكون زاوية صغيرة. طيب تعالى نشوف الاكسترنال. الاكسترنال هنا البيفوت اكسترنال بالنسبة للوزن، هل الوزن هيدخل في الحسابات؟ هل الوزن دوت محمل على السبرينج ده؟ يعني هل احنا لو احنا قطعنا السبرينج ده هل الوزن ده هيتحرك هيقع؟ لا مش هيتحرك، وبالتالي احنا هندخله فعلا في الحسابات. نحط هنا ام جي. طيب بالنسبة بقى للسبرينج والدمبر، احنا لو جينا فرضنا ان الحركة هتتم في الاتجاه ده زي ما احنا عاملين كده، وبالتالي السبرينج ده هيتشد، وبالتالي هتنشأ قوة عكس الاتجاه عشان ترجعه تاني، وبالتالي هيكون في قوة هنا بتساوي كي في الاستطالة. الاستطالة ديت قلنا ان هي بتساوي المسافة دي في الزاوية، وبالتالي هتساوي ايه في سيتا تمام. طيب بالنسبة للدمبر بقى، قوة الدمبر قلنا ان هي بتتعامل نفس معاملة قوة السبرينج، يعني السبرينج ده اتشد هتنشأ قوة ترجعه تاني، نفس الكلام لما نيجي النقطة دي تتحرك كده فالدمبر ده اتشد هتنشأ قوة برضو تحاول ترجعه تاني. القوة ديت بقى مش بتعتمد على الاستطالة، بتعتمد على سرعة النقطة دي. سرعة النقطة دي لو انت جبت تعال نشوف بس الاستطالة الأول وبعد كده نفاضلها. الاستطالة بتاعت النقطة ديت هتساوي بي في سيتا صح، المسافة ديت في الزاوية. طب احنا بقى مش عايزين نجيب الاستطالة، احنا عايزين نجيب السرعة بتاعتها، لأن الفورس بتاعت الدمبر بتساوي سي في اكس دوت، فاحنا عايزين اكس دوت مش عايزين اكس تمام. وبالتالي قوة الدمبر هتبقى سي بي في سيتا دوت، سي بي سيتا دوت. فاضلنا ان احنا نكون محتاجين اللي هي الاكس دوت، السرعة بتاعت النقطة دي تمام. دلوقتي هناخد العزوم حوالين البيفوت، هنا هيطلع اي نوت سيتا دبل دوت تساوي ماينس كي اي في سيتا في المسافة الرأسية هنا اللي هي ايه ساين سوري كوزاين سيتا، برضو ناقص نجيب بقى العزم بتاع الدمبر هنا سي بي سيتا دوت في بي كوزاين سيتا للمسافة دي. بعد كده ام جي عندنا عايزين نجيب عزم الوزن هنا اهوت، وبالتالي احنا هنشوف المسافة دي، المسافة دي احنا عارفين ان المسافة دي اللي هي ال ناقص ايه، وبالتالي هنا هنقول ال ناقص ايه المسافة ديت بقى اللي هي ساين سيتا تمام. هنعمل بقى التقريبات اللي عندنا، كوزاين سيتا بواحد كوزاين سيتا بسيتا، هيطلع ان اي نوت سيتا دبل دوت زائد هنشوف هنا الدمبر هنا هيبقى سي في بي تربيع سيتا دوت تمام، زائد كي اي سكوير زائد ام جي في ال ناقص اي سيتا بيساوي صفر تمام. طيب احنا عارفين ان المعادلة الأصلية بتاعت الفايبريشن بيكون عندنا ام اكس دبل دوت زائد سي اكس دوت زائد ام اكس يساوي صفر تمام. فاحنا ممكن ان احنا نسمي ده، نيجي كده نسميه ام ايكوفالنت، وده نسميه سي ايكوفالنت، وده نسميه كي ايكوفالنت، كاننا بننسب كل حاجه للمعادله دي. وبالتالي في المعادله ديت لما احنا جينا قلنا ان اوميجا ان بتساوي جذر كي على ام، يبقى هنا اوميجا ان هتساوي جذر كي ايكوفالنت على ام ايكوفالنت. وطبعا لو احنا عايزين نجيب بقى الزيتا والكلام ده مثلا سي سي ار هتساوي 2 ام ايكوفالنت في اوميجا ان، اوميجا ان اللي هي ديت، والزيتا هتساوي برضو سي ايكوفالنت على سي كريتيكال. دايما كل القوانين بتبقى بالايكوفالنت تمام. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن معادلة الطاقة في حالة الدامبد فايبريشن. في حالة الاندامبد قلنا ان احنا بنجيب التي وبنجيب اليو، وبعد كده نفاضلهم نجمعهم على بعض ونفاضلهم،
دوت هيساوي صفر. قلنا ان في حالة الدامبد قلنا ان التي واليو مجموعهم دايما بيكون ثابت، وبالتالي التفاضل بتاعهم هيساوي صفر دايما. طيب في حالة الدامبد بقى معادلة الطاقة بتكون مختلفة عن الشكل ده، والمعادلة ديت بنسميها لاجرانج ايكويجن. طيب هي معتمدة ان احنا هنجيب برضو طاقات، والطاقات ديت هنحطها في معادلة ونساوي المعادلة ديت بالصفر، ومنها نطلع الايكويجن اوف موشن. الطاقات ديت هتكون تي برضو ويو، بس عندنا طاقة جديدة اللي هي الدي. التي هي الكاينيتيك انرجي برضو، اللي هي زي ما احنا عارفين نص ام اكس دوت سكوير او نص اي سيتا دوت سكوير، واليو اللي هي ام جي اتش او في حالة السبرينج بتساوي نص كي في اكس تربيع وهكذا. بالنسبة بقى للدي ده الجديد، ديت الطاقة اللي هي بتكون موجودة في الدمبر، وديت بتساوي نص سي في اكس دوت سكوير. تمام، سي ده اللي هو بتاع المعامل الخماد اللي عندنا او الدامبنج كوفيشنت. طيب دلوقتي عايزين نشوف المعادله ديت شكلها ايه. بالنسبه بقى للمعادله، اول حاجه ان احنا بنفاضل التي بالنسبه لاكس دوت، لو احنا عندنا يعني لينير موشن، لو احنا عندنا حركه دورانيه هنفاضلها بالنسبه لسيتا دوت، والناتج نفاضله بالنسبه للزمن. بعد كده نفاضل الدي بالنسبة لإكس دوت، ونجمع عليها تفاضل اليو بالنسبة لإكس، ودوت بيساوي صفر. يعني كمثال سريع، لو احنا عندنا هنا المثال البسيط اللي عندنا كي وسي وام، هنا في الحالة ديت التي هتبقى نص ام في إكس دوت تربيع، واليو هتساوي نص كي في اكس سكوير، والدي هتساوي نص سي في اكس دوت سكوير. تعالى كده نطبق المعادلة دي. اول حاجة هنفاضل التي بالنسبة لاكس دوت، تفاضل التي بالنسبة لاكس دوت هننزل الاتنين ديت، وبالتالي هتضيع الاتنين دي، نطلع طيع النص، وبالتالي هيبقى ام اكس دوت، ده اللي هو ايه التفاضل بالنسبة لاكس دوت، دوت هرجع افاضله بالنسبة للزمن. تمام، هفاضل الدي بالنسبة لإكس دوت هتبقى سي إكس دوت، هجمع عليها تفاضل اليو بالنسبة لإكس اللي هي كي إكس تساوي صفر، تفاضل إم إكس بالنسبة للزمن إم إكس دبل دوت، هيطلع في الآخر نفس المعادلة اللي إحنا جبناها بطريقة نيوتن. إذن فلاجرانج إيكويجن معتمد إن إحنا نجيب تي ويو ودي ونعوض عنها في القانون دوت، ونطلع الإيكويشن أوف موشن. طب دلوقتي عندنا مثال تاني، عندنا سيستم في بكرة ومتعلق بماس وسبرينج من هنا، ومن القطر الصغير موجود دمبر. في المثال ده احنا عندنا جيفن هنا ار واحد وار اتنين، والجي نوت اللي هي الانيرشيا بتاع الجسم، وعندنا الماس ام، وبرضه جيفن معلومتين تانيين. اول حاجة الناتشرال فريكونسي بتاعت السيستم، تاني معلومة بيقول ان الامبليتيود قل ب 80% في خلال 10 سايكلز. ده معناه ان احنا لو حبينا نطبق قانون الدلتا هيساوي 1/10 في لين اكس واحد على قل 80%، يعني 80% منه اتشال، ده معناه ان اتفضل 20% بس، بالتالي هيكون 0.2 اكس واحد. تمام، المطلوب كي وسي. طب احنا عارفين ان الدلتا بتساوي 2 باي في زيتا على جذر 1 ناقص زيتا تربيع، والزيتا ديت قلنا ان هي بتساوي السي ايكويفالنت على السي كريتيكال. تمام، طيب ده معناه ان احنا عشان نجيب الكي والسي محتاجين ان احنا نجيب السي ايكويفالنت ديت. السي ايكويفالنت بتكون بدلالة السي والاطوال اللي عندنا، وبعد كده من القانون دوت هنجيب الزيتا ونكفي الاتنين دول ببعض ونجيب السي. بس احنا بقى محتاجين نجيب السي ايكويفالنت ديت، عشان نجيب السي ايكويفالنت فاحنا محتاجين ان احنا ندرس الحركه بتاعت الجسم دوت، نستخدم قانون نيوتن او قانون لاجرانج، وبعد كده نجيب السي ايكويفالنت ومنه نحسب السي. في المثال ده احنا هنشتغل بقانون لاجرانج. هنقول هنا ان التي اللي عندنا اللي هي كاينيتيك انرجي، عندنا هنا جسمين، اول جسم اللي هو حركه دورانيه يبقى نص جي نوت سيتا دوت سكوير زائد الحركة الكينيتيك انرجي بتاعت الجسم ده. الجسم ده احنا عارفين ان هي نص ام اكس دوت
سكوير، بس اكس دوت احنا عايزين نحولها لسيتا دوت عشان نخلي كله سيتا. وبالتالي هنشوف السرعة بتاعة النقطة دي، السرعة بتاعة النقطة دي هي سرعة النقطة ديت، سرعة النقطة ديت هي على بعد ار اتنين، وبالتالي سرعتها هتكون ار اتنين في سيتا دوت. وبالتالي هنا هنقول نص ام في ار اتنين تربيع سيتا دوت سكوير، تمام. طيب نجيب اليو دلوقتي، هل هندخل الوزن في اليو؟ الوزن هنا محمل على السبرينج، يعني لو جينا قطعنا السبرينج، الماس دوت وكل ده هيقع، وبالتالي مش هندخل الوزن في الحسابات. بالتالي اليو هتساوي السبرينج بس، اللي هي نص كي في الاستطالة اللي هتحصل نفس الكلام برضو، هي ار اتنين في سيتا، ار اتنين تربيع في سيتا تربيع. طب بالنسبة للدي، دي هي نص سي في السرعة بتاعة النقطة دي، لأن احنا قلنا إن الفورس هنا بتساوي سي اكس دوت، وبالتالي احنا عايزين السرعة بتاعة النقطة دي اللي هي برضو سرعة النقطة دي تربيع، وبالتالي هتبقى ار واحد تربيع سيتا دوت تربيع، تمام. دلوقتي التلاتة اكسبريشنز دولت عاوزين نعوض فيهم في قانون لاجرانش. طيب هنطبق قانون لاجرانش، قلنا ان احنا بنفاضل التي، احنا كنا لاجرانش كتبناها بالنسبة لاكس دوت، بس المرة دي هنعملها بالنسبة لسيتا دوت، وبالتالي هنفاضل التي بالنسبة للسيتا دوت، ونرجع نفاضل الكلام ده بالنسبة للزمن. لما لو جينا فاضلنا التي بالنسبة لسيتا دوت، هتطلع جي نوت سيتا دوت زائد ام ار اتنين تربيع سيتا دوت، ده لو انت جيت فاضلت بالنسبة لسيتا دوت. طيب بعد كده هنفاضل اليو بالنسبة لسيتا، تطلع كي ار اتنين تربيع في سيتا، وفاضل الدي بالنسبة لسيتا دوت، هتطلع سي ار واحد تربيع سيتا دوت، ده بيساوي صفر. نرجع نفاضل الكلام ده بالنسبة للزمن، نرجع نفاضل الكلام ده بالنسبة للتايم، هيبقى جي نوت سيتا دبل دوت زائد ام ار اتنين تربيع سيتا دبل دوت زائد سي ار واحد تربيع سيتا دوت زائد كي ار اتنين في سيتا يساوي صفر. هيطلع في الاخر ان الام ايكوفالنت، لو جيت بقى الام ايكوفالنت هو معامل سيتا دبل دوت، هيطلع جي نوت زائد ام ار اتنين تربيع، وسي ايكوفالنت هيساوي سي ار واحد تربيع، وكي ايكوفالنت هيساوي كي ار اتنين تربيع. طيب دلوقتي احنا كده جبنا السي ايكوفالنت والكي ايكوفالنت، هو كان طالب السي والكي، هو كان عاطي الناتشرال فريكونسي بس كان عاطيها بوحدات اللي هي اف ان اللي هي بوحدات الهرتز، فاحنا هنقول اوميجا ان بتساوي 2 باي اف ان، واحنا عارفين ان الناتشرال فريكونسي بتساوي جذر كي ايكوفالنت على ام ايكوفالنت. عندنا اوميجا ان وعندنا ام ايكوفالنت، كي ايكوفالنت جواها المجهول اللي هو كي، وبالتالي من المعادله دي نقدر نجيب الكي، تمام. طيب هنا احنا قلنا ان الدلتا بتساوي 1/10 في لين 1/0.2 لما اكس واحد تضيع مع اكس واحد، وبالتالي احنا عندنا الدلتا، ومن الدلتا من القانون ده هنقدر نجيب الزيتا. الزيتا عارفين ان هي بتساوي سي ايكوفالنت على سي كريتيكال، والسي ايكوفالنت احنا لسه مطلعينها، والسي كريتيكال اللي هي 2 ام في اوميجا ان، نقدر من القانون ده ان احنا نجيب قيمة سي. دلوقتي هنتكلم عن الدراي فريكشن. الدراي فريكشن بيكون عندنا احتكاك بين الجسم اللي بيهتز وبين الارض، وبالتالي لو رد الفعل الارض هنا ان، فقوة الاحتكاك اللي هي الفريكشن تساوي ميو في ان. دلوقتي الجسم دوت عشان يتحرك، عشان يحصل حركة اهتزازية، لازم قوة السبرينج تكون أقوى من قوة الفريكشن. يعني لو احنا مثلا سحبنا الجسم دوت كده وسبنا الجسم، ممكن الفريكشن يكون عالي جدا لدرجة ان الجسم هيفضل واقف، حتى لو احنا جينا سحبناه مثلا وقفنا الجسم هنا وجينا سيبنا ايدينا هيفضل واقف برضه مش هيتحرك. ليه؟ لان السبرينج ضعيف، الفريكشن قوي، السبرينج مش قادر يسحب الجسم نتيجة ان الفريكشن عالي، وبالتالي لازم قوة السبرينج اللي هي كي اكس تكون اكبر من ميو في ان. الاكس ديت اللي هي المسافة اللي احنا بنسحبها، اللي هي المسافة الابتدائية دي، وبالتالي اكس لازم تكون اكبر من ميو في ان على كي، وميو في ان على كي ده بنسميه دي، يعني اكس لازم تكون اكبر من الدي.
ده معناه ان احنا لو سحبناه في البداية كده، لو احنا سحبناه مسافة اقل من الدي وجينا سبناه، الجسم مش هيتحرك، هيفضل واقف. طيب لو جينا بصينا لشكل الحركة على الجراف هيطلع عامل بالشكل ده، زي حالة الكريتيكال دامبت كده. قلنا ان ديت اكس نوت، ديت اكس واحد. بالنسبة للمعادلة بتاعة الحركة، فاحنا هنا ما عندناش اللي هو الدمبر اللي احنا اللي هو الفيسكس دامبنج اللي احنا قلناه قبل كده ده، وبالتالي هيكون عندنا ام اكس دبل دوت زائد كي اكس على طول، تمام؟ بيساوي المفروض بيساوي القوة المؤثرة هنا، القوة المؤثرة هنا اللي هي ميو في ان، تمام؟ فده هيساوي ميو في ان. لكن ميو في ان لو انت مثلا جيت بصيت هنا الجسم ده وهو بيتحرك ناحية اليمين، هتلاقي ان السبرينج قوته كده، والميو في ان برضه هتلاقي قوتها الاتجاه بتاعها كده، لان هي الميو في ان دايما عكس اتجاه الحركة، وبالتالي لما الجسم بيتحرك في الاتجاه ده السبرينج والميو في ان نفس الاتجاه. لكن لو الجسم جه كده من بقى من وضع من اقصى وضع هنا لحد النص، قوة السبرينج هتكون في نفس الاتجاه لان هي برضه لسه مشدود، لكن نتيجة ان الجسم بيتحرك كده فالميو في ان اتجاهها هيتعكس. يعني في اوقات الميو في ان هتكون بالبوستيف وفي اوقات هتكون بالنيجاتيف، عشان كده بنحط هنا بلس او ماينس، تمام؟ طيب المعادلة ديت لما جم حلوها وطلعوا اكس دالة في الزمن، لقوا ان التردد بتاع الحركة بتاع الجسم دوت مساوي للتردد الطبيعي، يعني اوميجا دامبنج تساوي اوميجا ناتشرال بتساوي جذر كي على ام، تمام؟ ووجدوا علاقة بين اكس اكس نوت واكس واحد. في حالة الفيسكاس دامبنج احنا كنا بنقول ان النسبة بين اكس واحد على اكس نوت على اكس واحد بتساوي اكس واحد على اكس اتنين وهكذا. انما في الحالة ديت بقى لو ان الطرح الفرق ما بين الاتنين امبليتيود دولت هو اللي بيفضل ثابت، وبالتالي اكس نوت ماينس اكس واحد هيساوي قيمة ثابتة، ولو ان هو بيساوي 4 الدي. الدي ده قلنا اللي هي المسافة اللي لازم الجسم يتعداها في البداية عشان يبتدي يتحرك، تمام؟ ده معناه ايه بقى؟ اكس نوت واكس واحد ديت لما عدى سايكل كامل، ابتدى من هنا عدى سايكل كامل لحد هنا، ده معناه ان الجسم لما بيلف سايكل كاملة الامبليتيود بتاعه بيقل 4 دي. ده معناه ان المسافة من هنا وهنا المسافة دي تساوي 4 دي. 4 دي ده الامبليتيود بيقل في السايكل الواحده. طب لو عايزين نجيب المقدار اللي هيقله الامبليتيود في نص سايكل، ففي نص سايكل هتكون 2 دي. يبقى لو نص سايكل الامبليتيود هيقل 2 دي. طبعا الامبليتيود اثناء الحركه هيفضل يقل 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 لحد هيقل عن قيمه الدي، وبالتالي الجسم هيقف. دلوقتي احنا هنتكلم عن حل المعادلة التفاضلية في حالة الـ damped vibration. احنا قبل كده في الـ undamped قلنا ان احنا المعادلة التفاضلية اللي عندنا اللي هي mx double dot زائد kx تساوي صفر، مفيش cx double dot في الحالة ديت. قلنا ان الحل بتاعها في الحالة ديت بيكون a كوساين زائد b ساين. طيب بالنسبة بقى بالنسبة للـ damped، في الـ damped قلنا احنا اللي احنا عندنا 3 حالات: over damped, critically damped, under damped، وبالتالي هيكون لكل حالة ليها معادلة مختلفة. بالنسبة للأوفر دامبت في حل المعادلة التفاضلية، حل المعادلة التفاضلية يعني العلاقة بين الإكس والتايم، العلاقة بين الإكس والتايم هتكون بالشكل ده، المعادلة الطويلة دي، تمام؟ عندنا هنا ثابتين A1 و A2، وبالتالي ده بيعتمد على الانيشال كونديشن. قلنا الانيشال كونديشن اللي عندنا بتكون يا إما إكس نوت ديسبليسمنت ابتدائي يا إما في نوت. لو افترضنا إن إحنا عندنا الاتنين، وبالتالي A1 هتكون بالشكل ده و A2 هتكون بالشكل ده. نلاحظ هنا ان المعادله كلها اكسبوننشالز، اي اس حاجه اي اس حاجه واي اس حاجه، ما فيهاش كوزاين وساين. طب ايه اللي نفهم منه لو هي كلها اكسبوننشالز كده؟ ده معناه ان المعادله ديت ما هياش معادله بيريودك، وبرده ما هياش هارمونيك. ده معناه ان شكل الحركه مش هيكون متكرر، وده بيفسر لنا الشكل اللي طالع ده، وبالتالي عشان كده بنقول ان حاله الاوفر دامبت ديت ما هياش اصلا فايبريشن، ما هياش اصلا فايبريشن، لان الحركه هنا ما بتتكررش، ما فيش في المعادله كوزين وساين. بالنسبة للحالة التانية كريتيكالي دامبد، فحل المعادلة
بيكون على الشكل دوت، وبرضه نفس الكلام ما فيهاش كوزين او ساين، ده معناه ان هي اصلا مش فايبريشن، ما هيش حركه متكرره، وبالتالي الشكل هيطلع كده. نلاحظ ان الشكل بتاع الكريتيكالي دامبد والاوفر دامبد الاثنين قريبين من بعض او شبه بعض، يعني الجسم هيتعرض للانيشال كونديشن وفي الاخر هيرجع للاكوليبريم بوزيشن بتاعه. تمام، بالنسبه لاي واحد واي اتنين، فدي دول المعادلتين بتوعه بدلاله اكس نوت وفي نوت. بالنسبه بقى لاهم كيس موجوده هي الاندر دامبد، وهنا زي ما احنا قلنا ان حاله الاندر دامبد هي الحاله الوحيده اللي فيها فايبريشن، وبالتالي لو جيت بصيت لشكل المعادله، ده شكل المعادله بتاع حاله الاندر دامبد، هتلاقي ان فيها هنا كوزاين وساين، ده معناه ان الداله ديت هتكون داله بريودك تفضل كل شويه تتكرر. طيب بالنسبه لاي واحد واي اتنين، فاي واحد واي اتنين هتلاقيهم هنا اي واحد تساوي اكس نوت واي اتنين تساوي القيمه ديت. تمام، طبعا بدلاله اكس نوت وفي نوت. لو جيت بصيت على الجزء دوت هتلاحظ ان الجزء ده عباره عن ثابت في كوزاين زائد ثابت في ساين، ده الحل بتاع الاندامبد لوحده. لكن في حاله الاندر دامبد هنلاقي هنا ان هو اتضرب في اي، والاي ديت مع الزمن كل ما الزمن بيمر القيمه ديت بتقل، بتفضل كل شويه تقل، وبالتالي لو جيت بصيت على الاكس هتلاقي ان الاكس دايما كل شويه بتقل. تمام، وبرضو الكيس ديت هي الكيس الوحيده اللي فيها فايبريشن، وبالتالي هنلاقي هنا الاوميجا دي، الاوميجا دي اللي هي الفريكوانسي، تمام، اللي هي بتساوي اوميجا ان في كسر واحد ناقص زيتا تربيع. طب دلوقتي هنحل مثال رقم 21، بيقول عندنا جسم بيهتز حركة تورشنال، فالأوميجا ان الناتشرال فريكونسي بتاعته بتساوي 200 سايكلز بير مينت، وبعد كده بعد ما حطينا الجسم دوت في أويل الدامبت فريكونسي، طبعا مش هتبقى الناتشرال فريكونسي لأن احنا طالما حطيناه في أويل فهيكون في مقاومة، الأوميجا دي في الحالة دي هتساوي 180، أعطي الجي نوت بتاعت الجسم لأن احنا قلنا إن الاهتزازات هنا تورشنال تساوي 0.2. أول مطلوب هو السي الدامبنج كوفيشنت لما جينا حطيناه في الاويل. طيب دلوقتي اول حاجه بس نعملها ان احنا نحول الاوميجا ان والاوميجا دي من 200 سايكل بير سكند لراديان بير سكند. تمام، فاحنا اللي احنا هنعمله ان احنا هنضرب ال هنقول 2 باي اوميجا ان او الاوميجا اللي عندنا، يعني احنا عندنا هنا 2 اوميجا 2 باي اوميجا، ونقسم الكلام ده على 60 عشان نحول المات بير سكند. هيطلع ان اوميجا ان بعد ما هنعوض بيها هنا هيطلع اوميجا ان بتساوي 20.9 راديان بير سكند، واوميجا دي هتساوي 18.84 راديان بير سكند. طب دلوقتي احنا عندنا الاوميجا ان والاوميجا دي، هل في علاقة بينهم؟ اه، احنا عارفين ان الاوميجا دي بتساوي اوميجا ان في كسر واحد ناقص زيتا تربيع، وبالتالي من هنا هنقدر نجيب ان الزيتا في الحالة ديت هتطلع 0.4. تمام، بعد ما نعوض بأوميجا دي وأوميجا إن في الأرقام هنا. طيب وإحنا عارفين إن زيتا هي عبارة عن سي على سي كريتيكال، صح؟ السي ديت اللي هو عاوزها اللي هي السي بتاعت الأويل، وبالتالي السي اللي إحنا عاوزينها هتساوي زيتا في سي كريتيكال. طيب بالنسبة لسي كريتيكال إحنا عندنا الزيتا، عايزين نجيب السي كريتيكال، فالسي كريتيكال إحنا عارفين إن هي بتساوي في حالة لما بيكون عندنا ماس بتساوي 2 m في اوميجا ان، لكن هنا هتساوي 2 في جي نوت في اوميجا ان. تمام، جي نوت اعطيها جيفن 0.2، الاوميجا ان طلعناها هنا هيطلع السي كريتيكال، هيطلع السي كريتيكال 8.36، ومن هنا نقدر نجيب السي اللي هي زيتا مضروبة في الكلام دوت تطلع 3.34. طيب في مطلوب تاني في المسألة، لو احنا بقى عرضناه لانيشال كونديشن من البداية، ففي الجيفن قايل ان الجيفن سيتا نوت بتساوي 2 ديجري، يعني لو جينا لفينا الجسم ده درجتين وسبناه يتهز، المطلوب هو حساب الاكس اللي هو الديسبليسمنت بعد سايكل كاملة، بعد سايكل كاملة يعني عند زمن بيساوي الزمن الدوري اللي هو تاو دي. تمام، تاو دي احنا نقدر نجيبه مع عبارة عن 2 باي على اوميجا دي هيطلع 0.33 سكند. تمام، يبقى المطلوب حساب الديسبليسمنت اللي هو اكس، او في الحالة ديت بما اننا عندنا تورشن فهي سيتا،
مطلوب حساب سيتا عند التايم بيساوي تاو دي. يبقى احنا كده عاوزين نشوف العلاقة بين سيتا والتايم، تمام؟ وجينا هنا بصينا، هي ديت العلاقة اللي احنا هنستخدمها، لان احنا عندنا الزيتا اقل من واحد، الزيتا اقل من واحد، وبالتالي احنا في حالة الاندر دامبد كيس، وبالتالي هنستخدم المعادلة دي. لكن بالنسبة للمعادلة ديت، احنا هنا عندنا علاقة بين الاكس والتايم، هنشيل كل اكس ونحط سيتا، لان احنا عندنا هنا حالة تورشن، وبالتالي هتكون هنا سيتا وهنا سيتا نوت، تمام؟ طيب بالنسبة للانيشال كونديشن، هو عاطي سيتا نوت لكن الفيلوسيتي هي كانت بصفر، ان هو لفها زاوية وسابها، وبالتالي الفيلوسيتي هنعوض عنها بصفر. وبالتالي تعالى نكتب بقى المعادلة. المعادلة هتكون سيتا بتساوي اي باور زيتا اوميجا ان في تي مضروبة في سيتا نوت كوزاين اوميجا دي في تايم زائد زيتا اوميجا ان في سيتا نوت على اوميجا دي في ساين اوميجا دي في تايم، تمام؟ عندنا التايم اللي هو اوين 3 3، واوميجا دي عندنا كل الحاجات اللي على الجنب ده، وبالتالي هنعوض بس تعويض مباشر في القانون هنا، هنطلع السيتا، تمام؟ لكن طبعا بالنسبة بقى للسيتا نوت ديت، احنا مش هنعوض عنها باتنين، احنا هنعوض عنها بالريديان اللي هو 2 في 2 باي على 180، ده بالريديان، هنعوض عنها بالقيمة دي، هيطلع في الآخر السيتا تساوي 0.095. يبقى بعد سايكل كاملة أو بعد تاو دي، الجسم دوت هيكون لف في زاوية 0.095. طب دلوقتي هنرجع على شيت الأندامبد، هنحل مسألة رقم 3. المسألة رقم 3 بتقول عندنا شافت، الشافت متثبت من الطرفين، المسافة دي A والمسافة دي B، متعلق هنا فلاي ويل. المطلوب ان احنا نحسب الناتشرال فريكونسي بتاعت السيستم لما الجسم يتحرك في 3 أشكال مختلفة. أول حاجة اللونجيتيودينال، ودوت لما الفلاي ويل تتهز أو السيستم يتهز بشكل طولي كده كده أهو. الترانسفيرس يعني باتجاه العرض، يعني هيبقى كده. التورشنال يعني لو لفيناه زاوية وسيبناه يتهز في على المحور دوت، حوالين المحور دوت. طيب دلوقتي لو جينا رجعنا في أول فيديو، احنا كنا قلنا قبل كده احنا لو عندنا قضيب متعلق في قوة F، فالإف ديت هتسبب دلتا، تمام؟ هتسبب دلتا، ولما شلنا الإف الدلتا ديت هتروح، وبالتالي قلنا ان البار دوت القطيب دوت بيتصرف كسبرينج، وقلنا ان الكي بتاعته تساوي اي في اي على ال، تمام؟ دلوقتي احنا هنحل اول حالة ديت، وبالتالي الفايبريشنز هتكون في الاتجاه ده كده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجزء ده من الشافت ممكن نعتبره بار، والجزء دوت من الشافت ممكن نعتبره بار، ونجيب الكي بتاع دوت والكي بتاع دوت، يعني السيستم اللي عندنا دوت هنحوله يبقى بالشكل ده، دي الفلاي ويل اللي عندنا، هو مدي الويت بتاعها، تمام؟ وبالتالي الماس بتاعتها تبقى الويت على الجي. بما ان الفلاي ويل بتتهز في الاتجاه دوت، هنشوف دلوقتي السبرينجز ديت الكي بتاعتها بتساوي كام. هنا كي واحد هتساوي اي في اي على ال اللي هو الطول ده، اللي هو الطول اللي هنا، بالتالي ده ايه، وكي اتنين تبقى اي في اي على بي، تمام؟ طيب عشان نوجد معادلة الحركة، لو انت جيت خدت بالك لما الجسم ده ينزل لتحت، الاستطالة اللي هتحصل في السبرينج ده هي بالظبط الانضغاط اللي هيحصل في السبرينج ده، وبالتالي الديفليكشن هنا هو الديفليكشن هنا، وبالتالي نقدر نعتبر ان كي واحد وكي اتنين دول بارلل، وبالتالي نقدر نجيب لهم الايكوفلنت اللي هو كي واحد زائد كي اتنين، تمام؟ ويبقى السيستم بتاعنا عامل كده، ودي كي equivalent، تمام؟ المسألة ديت يعني المسألة أول مسألة حلناها خالص لما كنا بنشرح، والأوميجا إن بتاعتها معروفة، هي بتبقى جذر كي equivalent على إم، وإم هي عبارة عن الويت على جي. ديت أول حالة لما تكون الاهتزازات في شكل vertical كده. طب لما تكون الاهتزازات في شكل هوريزونتال، احنا عارفين حالة الكانتيليفر، احنا بيكون عندنا كانتيليفر كده
بس النهاية بتاعته نهاية حرة. كنا بنقول إن الكي بتاعته لو هو هنا في اف، الكي بتاعته بتساوي، الكي بتاعته بتساوي 3 اي اي على ال تكعيب. تمام، بما اننا عندنا الاهتزازات في حالة الترانسفيرس هتكون في اتجاه الهوريزونتال كده، وبالتالي نقدر نعتبر الشافت دوت هو عبارة عن كانتيليفر. تمام، شبه الحالة اللي احنا لسه قايلينها هنا، بس الكانتيليفر ده مختلف عن الحالة دي. الحالة ديت كان الاند بتاعته فري، انما هنا ده متثبت من الجنبين، وبالتالي هيكون له قانون تاني. لما يكون عندنا كانتيليفر متثبت من ناحيتين، فالكي بتاعته هتساوي 3 اي في اي في ال تكعيب على اي تكعيب في بي تكعيب. الاي والبي هي المسافات ديت. يعني لو في كانتيليفر وفي قوة موجودة، القوة ديت بتبعد عن التثبيت مسافة معينة وعن التثبيت التاني مسافة تانية، فده الكي بتاع الكانتيليفر اللي في الحالة ديت. تمام، ونقدر نفس القانون بتاع الأوميجا إن نعوض ونقول إن هو جذر كي إيكوفالنت. في الحالة دي الكي هو الكي دوت، مفيش، هو الكانتيليفر كله على بعضه كده بقى له كي، مفيش أي كيهات هتتجمع على الإم. تمام، طيب تالت حاجة، تالت حالة الترانسفيرس، سوري التورشنال، هنرسم الشكل هنا تاني، ده هعتبره الشفت. هنا هنتخيل بقى اللي احنا لففنا الجسم دوت كده، وبالتالي الشفت ده هيلف ودوت هيلف. قلنا برضو في اول فيديو ان احنا لما بيكون عندنا شفت كده بيتلف، فالكي بتاعته بتساوي جي في جي على ال. تمام، الجي ده اللي هو البولار مومنت اوف انرشي بتاعة الجسم، اللي هي كانت في حالة الشفت كانت بتساوي باي على 32 في الديامتر اس 4. هنطبق نفس المعادلة ديت، بس احنا هنا عندنا 2 شفت، وبالتالي ده له كي واحد. في الحالة دي بقى هيكون له كي تي واحد، وهنا كي تي 2، لأن ديت حالة تورشنال. تمام، كي تي واحد هتساوي جي في جي على ايه، كي تي 2 تساوي جي في جي على بي. تمام، وبرضو نفس الكلام في الحالة الأولانية، ان احنا هنا لما الجسم ده هيبتدي يلف حوالين المحور ده، فالزاوية بتاعة الشفط هنا هتساوي هي الزاوية بتاعة الشفط هنا، وبالتالي الديفليكشن هنا يساوي الديفليكشن هنا، وبالتالي نقدر نعتبر ان السبرينج ده بارل مع السبرينج ده، وبالتالي نقدر نقول ان كي ايكوفالنت هتساوي كي تي واحد زائد كي تي 2. بس خد بالك في حالة التورشنال، بما اننا الجسم دوت بيلف، وبالتالي احنا مش هنتعامل مع ام، احنا هنقول ان الاوميجا ان في الحالة دي تساوي جذر كي ايكويفالنت اللي هو ده على الجي، جي بتاعت الفلاي ويل. الفلاي ويل ديت نحسب لها الجي بدل، يعني طبعا نفس القانون بس بدل الام دي. بالنسبة للمسألة رقم 6، عندنا هنا رينج وموجودة في شافت. الشافت ده متكون من جزئين، جزء ستيل وجزء براس، والمطلوب ان احنا نجيب البريودك تايم اللي هو تاو ان، اللي هو بيساوي 2 باي على اوميجا ان. يعني هنجيب الاوميجا ان ان احنا نشوف الجسم دوت، هنجيب بقى الكي والجي بتاعت الجسم، بعد كده نعوض هنا في القانون بتاع الاوميجا ان اللي هو جذر كي على جي، ونعوض في القانون ونجيب التاو ام. دلوقتي احنا شايفين ان الشافت دوت طبعا واضح ان هو هيتصرف زي السبرينج، زي المسألة اللي فاتت. لو جيت كده تخيلت ان الرينج دي اتلفت، هتلاقي ان الجزئين بتوع الشافت دولت هيلفوا نفس الزاوية، وبالتالي الاتنين دولت السبرينجين دولت هيبقوا برضو بارل. دلوقتي عاوزين نجيب الكي تي بتاعت الجزء ده، والكي تي بتاع الجزء التاني، والكي تي بتاعت الجزء التاني، ونجمعهم على بعض. طيب بالنسبة للكي تي، فهي بتساوي جي جي على ال. تمام، بالنسبة بقى للجي، فاحنا عندنا هنا هولو شافت، وبالتالي هتساوي باي على 32 في دي واحد أس 4 ناقص دي 2 أس 4. تمام، يعني لو هنشتغل على الستيل، بالتالي هتكون هي 5 ناقص 4. تمام، 5 أس 4 ناقص 4 أس 4، طبعا بعد ما نحول السنتي للمتر. والجي بتاعت الجزء التاني هتبقى باي على 32 في 4 أس 4 ناقص 3 أس 4، بس برضه متنساش تحولهم للمتر.
بعد ما جبنا الجي بتاعت كل جزء هنقدر نجيب كي تي الستيل وكي تي بتاعت النحاس، ونقدر احنا نجمعهم على بعض. وبعد كده هنجيب الكي ايكويفالنت. الكي ايكويفالنت هنقعد انا بقى في القانون الاوميجا ان يساوي جذر كي ايكويفالنت على جي، وجي واعطيها بواحد هنا. تمام، جبنا الاوميجا ان. بعد ما جبنا الاوميجا ان نقدر نجيب التاو ان. الكي ايكويفالنت هنا بتساوي الاتنين كي دولت مجموعين على بعض، لان ده نفس الديفليكشن. المثال رقم 8 شبه اللي فات، عندنا الشافت دوت هنعمله معاملة برضو تورشنال سبرينج، وبالتالي الكي تي هتساوي جي جي على ال، والجي تساوي باي دي اس 4 على 32. ده بالنسبة للشافت. تمام، يبقى كده عندنا اوميجا ان بتساوي جذر كي تي على جي نوت. بالنسبة بقى لجي نوت، جي نوت هي البولار مومنت اوف انيرشيا بتاعت الجزء اللي تحت ده، الديسك اللي تحت ده. تمام، طيب احنا عارفين ان الجي نوت بتاعت الديسك بتساوي كام؟ تساوي نص ام في الراديوس تربيع، او 1/8 ام في الدايمتر تربيع. تمام، طيب بالنسبة بقى للام دي، وهنا مش عاطي اي معلومات عن الام، بس هو عاطي دايمتر وعاطي السيكنس اللي هو 0.1. من الدايمتر نقدر نجيب الاريا، عندنا الاريا وعندنا السيكنس نقدر نجيب الفوليوم. هل في علاقة بتربط من الماس والفوليوم؟ علاقة بتاعة الدينستي، والماس بتساوي الرو في الفوليوم. الفوليوم عندنا اللي هو باي على 4 في دي سكوير مضروب في السيكنس نسميه اتش. كده جبنا الماس هنعوض بيه، كده جبنا الماس هنعوض بيها هنا، ونجيب الجي نوت. من الجي نوت هنقدر نجيب الاوميجا ان. بالنسبة للكثافة بتاعة الستيل فهي بالتقريب كده بتبقى حوالي 7000 او 7500 او حوالي 8000 كده. دلوقتي احنا هنتكلم عن شوية افكار في المسائل كده. اول حاجة، لو احنا عندنا سبرينج وفي كتلة، لكن السبرينج ده ذات نفسه هيكون له وزن، يعني ده بنسميه هيفي سبرينج. احنا كنا في الأمثلة اللي فاتت كنا بنهمل وزن السبرينج وبنعتبره ملوش وزن. لو احنا بقى عندنا مسألة فيها السبرينج ده له وزن، ازاي نتعامل معاه؟ في إثبات موجود في المحاضرات، لما هنيجي نشوف معادلة الحركة بتاعة الجسم دوت هتطلع ام زائد 1/3 ام اس في اكس دبل دوت زائد كي اكس تساوي صفر. المعادلة دي هي بتاعت السيستم ده. ده معناه ان السيستم دوت احنا ممكن نحوله لسبرينج بقى مهمل الوزن، لكن الوزن الكتلة ده هيبقى ام زائد 1/3 ام اس. لو لاحظت هتلاقي ان السيستم دوت المعادلة بتاعته ديت برضه، وبالتالي لو في سبرينج، السبرينج ده هيفي يعني له كتلة ومتعلق بكتلة كده، نقدر ان احنا نرسم الشكل دوت، لكن هنشيل كتلة السبرينج ونحطها نضيفها على الوزن دوت، لكن بتلته تلت ام اس. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة بالنسبة لطاقة الوضع، احنا طول عمرنا شفناها كانت دايما بتبقى بالموجب. يعني لو احنا عندنا وزن بندلم كده بندول جت كده، احنا عارفين ان اليو بتساوي ام جي اتش، اللي هي لو الطول ده ال ودي سيتا تساوي ام جي في ال واحد ناقص كوزين سيتا مثلا في الحالة ديت، او في حالة السبرينج كانت دايما موجب برضو نص كي اكس سكوير. لكن في حالات بيكون فيها طاقة الوضع بتكون بالسالب، والحالات ديت اللي هي لما يكون عندنا برضو بندول لكن مقلوب، يعني حاجة بالشكل ده كده. حاجة بالشكل دوت لما هنيجي نجيب لها معادلة الحركة، طبعا هندخل الوزن في الحسابات لأن الوزن ده مش محمل على السبرينج. تمام، وبالتالي لما هنجيب اليو هنعوض عنها بسالب ام جي في ال واحد ناقص كوزين سيتا،
انا هقعد انا بالناقص لان ده الريفرنس اللي عندنا، والكتله ديت بتنزل عن الريفرنس ده، لما هنا الكتله هنا بتطلع، بالتالي هنا اليو دايما هتكون بالسالب. تالت حاجه، لما يكون عندنا جسم موجود جوه سائل، يعني عندنا هنا كونتينر كده في سائل وفي جسم محطوط كده، فاحنا عارفين من الفلويد ان القوة اللي بتأثر على الجسم دوت نتيجة الفلويد اللي هي نسميها البوينسي، وديت بتساوي وزن السائل اللي كان موجود هنا اللي هو وزن السائل المزاح، اللي هي بتساوي الرو في الفوليوم ده، فوليوم الجزء اللي موجود دوت تبقى رو، وده مثلا نقول ان هي اريا في الارتفاع دوت في الارتفاع اتش. طيب دلوقتي لو الجسم ده اتهز، لو الجسم دوت اتهز وبالتالي الجسم دوت هينزل كده، يكون هنا مثلا هيتحرك ينزل مسافة اكس، وبالتالي هتنشأ قوة بوينسي نتيجة ان هو نزل المسافة ديت، وبالتالي لما هنيجي نرسم شكلين الحركة القوة الإفكتيف والإكسترنال، فالإكسترنال اللي عندنا هي البوينسي نتيجة الديسبليسمنت إكس دوت، وبالتالي هنقول إم إكس دبل دوت ديت الإفكتيف هتساوي سالب، تشوف بقى القوة اللي هي البوينسي نتيجة الجزء دوت هتساوي رو في الأريا في الإكس. هنا بما ان ديت قوة فالمفروض كنا نضرب في الجي لان ده الماس، بالتالي لازم نضرب في الجي عشان نخليها بالنيوتن، وهنا هيبقى نفس الكلام هنضرب في جي، بالتالي معادلة الحركة هتكون ام اكس دبل دوت زائد رو جي في الاريا في الاكس تساوي صفر، وبالتالي ناتشرال فريكونسي هتساوي رو جي في الاريا على الماس. ديت فكرة مسألة 14 في الشيت التاني. في المسألة هو كان عاطي ان الاي ديت تساوي اي في بي، والام احنا ممكن نكتبها بدلالة الكثافة بتاعة الجسم، الرو ديت هو كان محطوط في اويل وبالتالي هنسميها ار او، ديت كثافة السائل اللي هو اويل، تمام. الكثافة بتاعة الجسم هنسميها ار دبليو، تمام. هنقدر نكتب الماس بدلالة ار دبليو هتساوي رو اويل في جي في اف بي اللي هي الاريا على رو دبليو بتاعت الجسم في اف بي في ال، تمام. دوت الماس اللي هو الرو في ال ال بي اللي هو الاريا في ال ال اللي هي الطول ده كله، تمام. اي بي هتروح مع الاي بي والتالي هيطلع جذر الرو في جي على رو في ال ال، تمام. طول ده كله ال، هو مسميه اتش في المسألة انا مسميه ال مش مشكلة، تمام. هو كان قايل ان احنا لو جينا شلنا الجسم دوت بجسم تاني له نفس الطول، هل الاوميجا ان الناتشرال فريكونسي هتتغير ولا لا؟ فاحنا شايفين هنا ان الناتشرال فريكونسي مش معتمدة على ابعاد الشكل، هي معتمدة بس على الطول، وهو قال ان احنا شلنا الجسم ده حطينا جسم تاني سلندر ليها نفس الطول، وبالتالي الاوميجا ان مش هتتغير، هتفضل زي ما هي. بالنسبة بقى للمسألة رقم 15، هو كان عاطي قيمة الاوميجا ان ديت برقم معين، وكان عاطي برضو قيمة الماس، كان طالب كثافة السائل اللي موجود، وبالتالي هنقدر نعوض في المعادلة ديت، وطبعا عاطي ابعاد الشكل هنقدر نعوض في المعادلة ديت ونطلع قيمة الرو بتاعت السائل. كنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله في الفيديو الجاي هنبتدي في الشابتر الثالث اللي هو الفورسد فايبريشن. السلام عليكم.